ساعيا للبحث عن استمرارية الحصول على قوت يومه، يواصل أبو كرار العمل في محله الصغير الذي يبيع فيه الشاي والقهوة والمياه على المارة. ورغم ارتفاع درجات الحرارة إلى مستوى 50 درجة، يقول أبو كرار إن حرارة الجو لا تمنعه من العمل حتى وإن زادت على نصف درجة الغليان. احنا الظروف جاي طلعنا أجواء حارة جدا، درجة الحرارة هسه 50 تقريبا، يعني عرف هسه حتى مو أجواء عيد، شوارع فارغة، عالم ماكو، درجات الحرارة مرتفعة جدا، بس احنا الظروف والمعيشة جاي نطلع للشارع، حارة باردة من 5 الفجر لحد المغرب، يومي على هاي المسيرة مستمرين والحمد لله والشكر. وزارة الصحة سجلت دخول عدد من المواطنين وخاصة من كبار السن للمستشفيات نتيجة عدم تحملهم للحرارة العالية، في وقت توقعت فيه الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي أن تصل درجات الحرارة في العاصمة بغداد حتى نهاية الأسبوع الجاري إلى نصف درجة الغليان، داعية المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس. التوجيهات والإرشادات اللي أصدرها قسم التنبؤ الجوي بخصوص هذه الحالة، احنا ننصح يعني بعدم تعرض المواطن إلى أشعة الشمس المباشرة وتناول كميات من الماء، ذلك احنا نقول تعويض عن فقدان السوائل، لان تعرف في فترة الصيف هناك يصير فقدان السوائل. اولا يعني احنا ننصح المواطن المكوث في المنازل. ويعزو مختصون الارتفاع الكبير في درجات الحرارة الى قلة المساحات الخضراء والتشجير، وقد تزامن مع التغييرات المناخية في العالم، في وقت تشهد فيه البلاد انخفاضا في ساعات تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية. ارتفاع درجات الحرارة في موسم عيد الأضحى قابله المواطنون بإجراءات مختلفة، منها عدم الخروج إلى الأماكن العامة صباحا والاكتفاء بالتنزه عصرا وبعد مغيب الشمس، أو قصد الأماكن السياحية في إقليم كردستان العراق لاختلاف أجوائه عن مناطق الوسط والجنوب. من بغداد، سلمة القاص، الحرة.